وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر عند بعض العامة إذا رفت عين أحدهم فإنه يضطرب ويخاف من حدوث شيء. إذا رفت عين أحدهم فإنه يضطرب ويخاف من حدوث شيء، فهل هذا من التطير؟ نعم، هذا لا أصل له، عليه أنه يتوكل على الله ويترك عنه هذا الشيء. هذا رفيف العين هذا لخلل يكون صحي، خلل صحي في العين وليس له علاقة فيما يحدث. نعم.